كل واحد منا يعرف نفسه من داخل نفسي اعرف انا من والاسرار التي لا يراها الناس عني والاخبار التي اخفي الناس الا يعرفوها عني ولذلك كل واحد منا يعرف من نفسه اسرار هو لو ازاحها لم فتحت امامه انوار وصار حياته الصحراء اللي هو الان فيها صحراء الضجر وصحراء الضيق تنقلب عشبا ووردا وسعاده فقط افهمها صح. افهم الحياه كما شاءها الله. الله جل وعلا ما جعل الحياه هذه عذاب لعباده هي سجن ومما يروى عن ابن حجر عليه رحمه الله ان يهوديا كانت متعبا في في, في مصر وكان حياته شاقه وكان فقيرا ويعطي الاتاوه فراى ابن حجر وقد لبس اجمل حله. وركب فرسا جميل وعليه ذاك السرج المطعم فراى قال يقول نبيكم ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر اي جنه فيما انا فيه واي سجن فيما انت فيه قال فيما ينتظرون عند ربي فما ترى سجن لاني انتظر جنه عرضها السماوات والارض وما تنتظره انت ان مت على ما انت عليه فهو فالجنة تعتبر على ضيق عيشك أنها جنة الدنيا على ضيق عيشها تكون لك جنة أعود فأحبابي فأقول نحن ونحن نتحدث عن السعادة لا بد أن نفهم أسرارها وأول سر لا أريد المقدمات أن يعرف العبد ربه والله إن كثيراً من اللاهثين يريدون السعادة ومن المكتئبين والقلقين والضجرين والذين دخلوا في انواع الاضطرابات حتى وصلوا الى ما فيش حل، وجدوا جدارا مغلقا والبعض وجد جدار ولا زال يطرقه، الباب يسار الباب يمين مفتاح النور على اليمين لماذا تلعن الظلام؟ اوقد في الظلام شمعه مصر الا ان يخرج مع هذا الجدار الذي لا يعرف الغفار حياته ضجر وهم وضيق لانك اذا عرفت الله باختصار اذا عرفت الله عرفت ان هذه الدار مرحله للوصول الى دار اسعد والى دار اهنى واذا والى جنه ليس فيها موت هنا دعابه جميله عجوز في الرياض تقول لي يا شيخ ابنائي يقولون أنك إذا دخلت الجنة لا تصلين قلت صحيح كلام أبنائك صحيح لأن التكاليف تتوقف والصلاة تنتهي والحج والعمرة يبقى فقط التسبيح والحبيب يقول يلهمون التسبيح كما نلهم النفس قال قالت يا عيباه يا شيخ يدخلني الجنة ولا أصلي والله أن أختفي خلف الشجيرات وأصلي لله ولو ركعتين يعني مصره تبارك الله تبي الصلاه لانها وجدت لذه ما وجدها بعض المصلين عرفت الله احبابي اكبر سر في حياه السعداء يعرفون الله ان اخذ حمدوا وان اعطى حمدوا واذا قصر النعم حمدوا وان افاضها حمدوا فهم في جنان الحمد ذاهبين ورائحين ولذلك هم راضين على رب العالمين ان معرفه الله تورث حب حبه ومصيبتنا في زمننا كلمة الحب ابتذلت فصار كل واحد يحب فأحببنا وأحببنا وأحببنا لما جاء حب الله ما وجد مكان ما في شاغر ولذلك خرج فبقيت المحبوبات تعذبنا إن راحت عذبتنا وإن عذبنا يا ويلي منك ويا ويلي عليك ما أدري والله خايف عليك في الثنتين ولذلك تجد أن بعضهم مهموم مغموم ضائق مع انه يحب شيئا كثيرا هو اكسير السعاده كلها حب الله لان حب الله اذا دخل في قلب عبد استعذب الالم استعذب الالم وصار الله يريد هذا قبلت الله اخذ قبلت وهذا سناتي اليه الى سر من الاسرار ولذلك احبابي اريد تصوير بسيط لو ان احدنا في صحراء وفي الصحراء فقد الماء وانقطع عن الخلق وترك السياره ومشى ونزلت واحتفى شق ثوبه من الظمأ نظر الى الافق اذا السراب يتقطع بين عينيه ودموعه ويا رب ولكنه اسقط او سقط تحت شجره ينتظر الموت فقدم اليه كوب هذا الماء بعد أن أيقن الموت أسألك بالله ما لذة الماء عندما تجرعه وقد تيقن على الموت أو تيقن أن الموت حل تقدر توصف لي أيها الحبيب لذة الماء وهو يمر والله ما نستطيع لكن إن لم يكن حب الله إن لم يكن حب الله في قلب عبده كحبك للماء هذا على الظمأ فلا زال تحتاج إلى مراجعة الإيمان والحب في القلب إذا كان الله حبه أغلى من الماء وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ حب الله حب الله أن لا تقدم أمام مراده مراد ولا حب ولذلك عذابات المحبين الحبيب يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن لا يكون حبيبك يوما ما هذا الميزان في القلب وهو الحب يجعل الانسان احبابي مطمئن والذين امنوا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولن يقودك الى السعاده الا حب الله وحب الله علامه من وصل اليها امن من كل خوف وحب الله له اخ وهو الخوف بعضنا الان يخاف خائف على الزوجه وخائف منها خائف على الابناء وخائف منهم خائف على المال لما قلت الخوف من الزوجه ضحك الجميع الله يجعل خوفنا من الله اكثر نعم ولا الخوف من الزوجه من علامات الحب اعود فاقول الخوف هذا في اضطراب في حياه بعضنا خائف خائف حتى ان الاطباء النفسيين اضطراب الخوف والرهاب هذا ياتون خائف مع ان حياته سعيده المظاهر العامه جميله المؤشرات الحيويه للسعاده موجوده لكن لديه قلق يخشى هذا المحبوب ان يرحل صحح وضعك مع من وهبك تطمئن على كل نعمه وهبك اياها لا يرحل امر والذي يحميه هو الله اذا اتكانا على حولنا وقوتنا والله إنا ضعفاء والله أننا ضعفاء لكن متى نظهر الضعف بعد ما تروح الحياة ويروح نعيمها ويروح جمالها نرفع العين إلى الله ونقول يا رب جميل هذه تقولها وأنت قوي فمن تعرف على الله في الرخاء عرفه ربي في الشدة نحتاج أن نخافه هو وأن نحبه هو وأن نرجوه هو ما تلاحظون بعض الناس الآن حياته معذبة يرضي مديره صحيح يرضي لا يزعل الله ابو فلان وكل يوم شرق وغرب لا يزعل فلما انشغل حياه الانسان نعم يرضي مخلوق ارضه من حسن الخلق ان تتعامل مع الناس بحسن جميل وبدل جميل وباخلاق جميله لكن اياك ان تخاف الخوف السري الا من الله لان خوف السر توحيد واذا بذلته لمخلوق كان هناك لوثة في التوحيد من, عباد من أسبابها يسلب الله منك السعادة تجد أن عنده كل شيء إلا الراحة هل هذا سعيد؟ اللي عنده الراحة ولا عنده شيء هذا السعيد راحة البال ولذلك تعريف التعريف السعادة وعندنا وزارة السعادة كلها وهم أدرى مني بتعريفها لكن السعادة باختصار الحياة الهنية الحياة الرضية راحة البال قرة العين حب لقاء الله ألا يكون عليك للمخلوقين حق هنا كل حقك مبذول للخالق، هنا أنت سعيد، إذا أقول أول سر من أسرار السعادة معرفة العبد ربه، وللأسف يا أحبابي أن الفشل في في هذا السر وعدم دخول عالمه لربما يؤثر على ضياع المستقبل الأخروي، لأن معرفة الله هي أول أسئلة القبر. أول سؤال من ربك؟ وفوق الأرض إذا كنا حياتنا طبعا حياتي كلها وحياتك هي صالة امتحان كبيرة نجاوب على ثلاثة أسئلة وجميل تقول عجوز أخرى وأنا أحب أمهاتنا وخالاتنا وأمي تقول ونمك أمك يا أخي تدرسون لأن تأخذون الدكتوراه وإذا متوا ما سألكم الله إلا عن أسئلة ابتدائي يا أخي وشغالين بينهم ضيعين عماركم أنتم كلامها جميل تقول ضيعتوا حياتكم يا أخي تدرس 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 وتبعد عن ربي تبعد تبعد ثم إذا مت سألك عن أولى ابتدائي من ربك ما دينك من نبيك قلت ما هذه أسرار السعادة أدرس وتفه و و وادخل في عالم وآفاق رحبة طويلة في العلم لكن مع كل علم اخر محطة في اي علم مهما كان العلم اخر محطة انه يقوي علاقتك بالله لان في الاصل جميع العلوم تعلم الخشية واذا كان علمي وعلمك لا يعلم خشية الله فاعلم ان علمنا جهل لا يضر وعلم لا ينفع اذا اول سر ان يعرف العبد ربه فاذا عرف العبد ربه احبه خافه رجاء وهذه ثلاثة هي أركان السعادة بل هي أركان العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حب الله خوف الله رجاء الله طائر رأسه الرأس محبة الله الجناح الأيمن طبعاً هي بالكرة الآن هذه جناح الأيمن في الطائر الجناح الأيمن هو الخوف والأيسر هو الرجاء فلا بد ان تحرك هذا بتوازن اللي حرك الخوف جدا لن يسعد اللي خوف حرك الرجاء جدا لن يسعد لا بد من التوازن حتى يكون ميزابان في القلب ولن يطير طائر والراس ليس فيه اي حب الله هو راس الطائر الثاني من اسرار السعداء ان لهم علاقه مع الله اذا اهمتهم الدنيا وكروبها تركوا الخلق للخالق صدق عليه الصلاه والسلام اذا ضاق صدر الحبيب وحزبه امر واتته الهموم من كل درب ماذا كان يقول؟ يقول يا بلال ارحنا بها اي انا اريد ان انعزل عزله بسيطه عن الخلق لاتفرغ باللقاء الخالق فاذا الانسان صدق في علاقته مع ربه اقسم بالله لا يوجد هم الا والسجود علاجه. واقسم بالله ان بعدت عن الصلاه والله ان الحياه تكون جحيم ولذلك يقول الله واستعينوا استعينوا على كروب الحياه واحد يقول يا شيخ انا كل ما طقيتها عدله انقلبت عوجه كل ما بغيت أكس اتجر خسرت كل ما تزوجت طلقت كل ما ربيت الابن وبلغ المراهقه عذبني وبدا يبكي قلت انت يا اخي النمره غلط النمره غلط انت هذه الدنيا ضربت على هذه الدنيا يا اخي ان تريد الجنه في الدنيا، الجنه في الدنيا ان شاء الله تحدث بالتسليم بالقضاء والرضا بعطاء الرحمن، لكن قلت له همومك اللي معك هذه، قال رحت للمستشار النفسي وانا مع الذهاب للطبيب والمستشار النفسي والمستشار الاجتماعي، لكن قبل ذلك عدل وضع علاقتك مع الله بعروج روحك اليه. اجمل لقاء في الحياه، ما تلاحظون صلاه التراويح في رمضان؟ الزبائن اللي يستعجلون ما بكثير يقول عندنا إمام ممتاز يا شيخ كلها عشر دقيقة سفري على طول طالع طالعين مع يا أخي هذا إمام ممتاز، معنى ذلك أن إمامكم يقلل وقوفك بين يدي الله، أنت تمدحه على ماذا الله يجزاك خير؟ ما نمدح واحد أنا لو أنت لو أني من أهل المال وأقول لك كلما أطلت الوقوف بين يدي أعطيتك من خزائني، تطول ولا لا؟ ما يكفيك ساعة طال عمرك ساعتين يا اخي ثلاث، خذ راحتك لانني سانال من عطائك، هذا هو الله، هذا هو الملك، انا ادعو من اراد الطمأنينة والراحة والسعادة، عندك دمع بعض الناس يريد يبكي يبكي يأتي عند امه، عند ابيه، عند مديره، عند المستشار، عند المعالج السلوكي المعرفي يقعد يفضفض، فضفض الله يجزاك خير، لكن وش رايك تفضفض عند ربي في سجدة؟ اقسم بالله إن الذي يقلب الظلام نور والنار بردا وسلاما ويعكس الموازين ويجعل نواميس الكون شرقها غربها ويجعلك تحتار في عطائه ويتدهش العقول في نواله هو الله فكن معه الصلاة وإذا وجدت إنسان عنده نقص في السعادة أنا أحكم يقينا عند النقص بعلاقته مع الله في الصلاة الصلاة ما هي مقابلة الملك الصلاه هي مقابله الملك وجميع اهل الخلق الخلق كلهم انت لو تريد تدخل على وزير معليش اسمعوا لي او على امير ولا على صاحب مال تحتاج الى ان تنسق موعدا وتحتاج إلى واحد يقدمك تقديم جميل له وهذا من الأخيار وهذا نعرفه ها وحبيبنا ترى إعلامي مميز ونعطيهم بعض بعض التزكيات حتى يقول دخله ودخله ويمكن دخله شارب سط الليمون هذا ضايق صدره وكذا يعني أدخل عطنا اللي عندك اطلع إلا الله الله ما تحتاج إلى استئذان ولا تحتاج إلى معروض ولا تحتاج تقول أطلت بل هو يحبك إن أطلت ولذلك السعاده مرهونه في اتصالك الصلاه اتصال جوال بدون شريحه يعمل يا اخوان انسان بدون تواصل مع الله ما عنده شريحه اتصال مع الرحمن لا يمكن ان يعيش فوق ملكه سعيدا لانه لو عاش فوق ملكه سعيدا كان الذي خلق السعاده ظالم احبابي الله لماذا وحاشا ربي جل في علاه ان يكون ظالما لماذا الله فرض الصلاه في السماء كل شرائع الاسلام في الارض تدري ايها المبارك لان الله يريد من عباده اذا وضعوا الجباه له في الارض واحتضنوا الارض وجعلوا اجمل واشرف بقعه في ابدانهم على اديم الارض يريد من ارواحهم ان تعرج اليه فيسكب فيها الروح والطمانينه والسعاده ويردها الى تلك الابدان فيعيش العبد ما عاش فوق الارض سعيدا والله يا احبابي علاج كثير من همومنا وغمومنا فقط عدل البوصلة عدل التردد التردد خطأ بوصلتك يا أخي لا توصلك إلى المقام الذي تريده الله جل الله بقليل من الماء ربع مد ربع مد علبة ماء الصغير هذه 330 ملي هذه مد هذه تكفي لكي تهيئك للوقوف بين يدي الله لتبثه أسرارك وآلامك أما وإن انتظرت نزوله في جوف الليل والعجيب ان لله نزول يومي والله احبابي في هذا الوقت بعضنا نائم او بعضنا مشغول الملك جل في علاه اقسم بجلال الله طيله العمر له موعد لعباده المعذبين المهمومين المغمومين الذين ظلمهم الخلق ضاقت عليهم مسارب الحياه الذين اذا قال يا رب تقطعت اصواتهم بالعبرات وسالت قلوبهم بالدماء الله يعزيهم وهو الملك فينزل في الثلث الاخير من الليل هنيئا لك ان كنت مع الذين سيكونون في لقاء الملك والذين سيستقبلون وصوله الى السماء الدنيا بسجده او برفع يد ماذا يقول ربي هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له أحبابي يعني كأنه يقول في مهموم يريد أن أمسح عنه العناء إذا جت الساعة الثنتين ليلا إلى أذان الفجر وكنت غائبا عن الله أنت غائب عن السعادة ولذلك أذكر أن يروى عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول ما صليت الفجر منذ خمسين سنة إلا بوضوء العشاء ليست أساطير وكان يقول ما أذن مؤذن في المسجد إلا ولذلك أنا يعني انا انا اسال بعض كبار السن هل كان عندكم رقاة قديما جدي وجدك وامي وامك هل كان عندهم رقاة؟ هل كان عندهم مصحات؟ ما كان عندهم ترى اكتئاب، كان ذكر لا اله الا اللهم صل على تسبيح، تهليل، صلاة ولذلك واحد يقول يا اخي الجن متورطين مع جداننا والله متورطين لان ما عندهم مكان يدخلونه شياطين ان يدخلوا بيوتهم ذكر تسبيح ما في ونحن زبائن دائمين لبعضهم ولذلك كدروا عيشنا ضيقوا خواطرنا لذا اعود الى السر الثاني وهو الصلاه الخاشعه الصلاه التي تعرج الروح فيها الى الله الثالث من اسرار السعداء انهم يرضون على الله عند الاخذ كما انهم يرضون عند الاعطاء أعطيكم قصة طبيب عائد من مكة إلى الرياض انقلبت سيارته ومعه سبعة من الأبناء ودخلوا العناية المركزة بعد حادث مرض سير خطير وكل يوم هذا الطبيب يستقبل ابن من أبنائه الستة مع الزوجة السابعة كل يوم يعطونه من العناية المركزة جثة ليصلي عليها حتى استكملت أسرته بعد سبعة أيام في سبعة أجداث وقبور سلموا عليه فنظر الى القبور السبعه ونظر الى الله ورفع يديه اقصد الى السماء قال اي ربي اخذتهم لتسمع ما اقول لك الحمد يوم ان اعطيت ولك الحمد يوم ان اخذت اربط على قلبي واجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها وركب سيارته وعاد للرياض ليس معه من اهله احد لكن في وجهه نور واذكر ان لي عم عم لوالدتي أتى للرياض يوما وكان ذريته يلحقون به في سيارة كبيرة وقع حادث تصادم بالوجه مع حافلة مات أحد عشر نفس في سيارة واحدة فلما صلينا عليهم قال ليس لي قدرة على أن أرى قبورهم لكني سأذهب إلى من أخذهم في بيته العتيق انطلق إلى مكة وتعلق بأستار الكعبة أحبابي 11 أحد عشر نفس دخل بيته وخرج من البيت وهم فيه وعاد ولم ليس أحد معه في إلى بيته فتعلق بأستار الكعبة وقال يا رب اجعلني كأيوبها تلك الأمة يا رب الشيطان يريد أن يسلب مني أمني وإيماني أنت الذي الوهاب وأنت الذي أعطيت وأنا عبدك ابن عبدك فاربط على قلبي وآتني أجري مرتين وجلس ثلاثه اسابيع وعاد اقسم بجلال الله ان الشمس كانما تجري في مفرقه اخذ الله اسرته بعضنا لو يصير حادث على السياره لو بعض النساء لو يجي ابنها نزله معويه بعضنا لو ياتيه السكر او الضغط بعضنا لو يذهب سماله في سوق الاسهم وبعضنا اي مصيبه من مصائب الدنيا يطيش عقله يلطم يشق الجيب اعلم ان السعداء الله يضاعف معين مني الله يضاعف معين السعادة في القلب الصابر الشاكر أكثر من القلب الشاكر فقط الذي يأخذ الله منه معنى ذلك أن الله يحبك إذا أخذ الله ابنك أخذ زوجتك أخذ مالك أخذ صحتك هو يحبك ويريد أن يسمع ردة فعلك قال الحبيب في الحديث القدسي قال الله لملائكته بعد أن قبضوا ابن عبد من عبيده ماذا قال؟ قالوا يا رب حمدك واسترجع قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد نعم ومما يروى هنا أن رجلا كان عنده ضيف فاخذ المدية السكين فذبح للضيف ذبيحته راى الطفل الاكبر وعند ثلاثه اطفال راى الطفل الاكبر والده يذبح اخذ السكين وقال للاوسط افعل بك فعل ما فعل ابي فمر بالسكين فقتله فدخل على امه والام كانت تحمم الطفل الصغير في البانيو مثلا فلما قال ذبحت اخي تركت الصغير من الذهول فغرق في الماء الكبير لما راى هذا مات وتل ذاك غرق خرج داخل الشارع خوفا من عقوبه ابيه التطمت به سياره صدع فؤاد الام خرج الاب من البيت من الاضياف اذا باسره قد انتهت انا لا احزن قلوبكم انا اريد انا اقول لك مصائبك اللي عندك كلها ولا شيء انت زعلان على ربي ليه غضبان على الله ليه لما اخذ من قليل السعاده يوم ان تنطق بالحمد فيبنى لك بيت في الحمد يوم ان اخذ الله منك محمد بن عبد الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه حياته كان فيها الام وفيها جوع وفيها وفيها وفيها, وفيها عذابات والام ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ضجر يوما الله يجعل عيش محمد عليه الصلاه والسلام كما نعلم لانه يبغضه لا وربي ما وطئ فوق الثرى خيرا منه صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار لكنه يحبه ايحبه وياخذ منه نعم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل اخر محطات الصبر والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صبرك على ابنك بعض الأمهات ضجرة على الإبن الذي في المراهقة وضجرة على البنت الكبيرة التي في المراهقة بعض الآباء يقول جميل تربية الطفل الصغير لكن إذا كبر كبرت معه مشاكله اصبر وصابر وتلذذ بكل ما في الحياة حتى بآلامها لأن العاقبة للمتقين والصبر لا حد له في الأجر والله إذا أفاض عليك بلاءً الله يسمع ولا ما يسمع يسمعك يسمع الانين ومما في هذا الباب دخل احد السلف على احد الائمه وهو يئن من المرض فمسح راسه وقال يا امام لا تئن فاني اروي لك حديثا ثابتا ان الانين تكتبه الملائكه عند ربها فسكت عن الانين حتى يعلن رضاه برب العالمين مع ان الانين لا حرج فيه لا حرج منه اسرار من اسرار السعاده وجود الوالدين أقسم بجلال الله إن سراج الحياة وجنة الدنيا ورحيق السعادة ودروب النور وفيء ودوحة من أعظم دوحات الحياة أن, أن تكون لك أم تستظل بأقدامها وتلزم تلك الأقدام وتنظر في عينها وترفع بعد ذلك إلى السماء عينك رب ارحمها كما ربتني صغيرا أو أب وهو اوسط ابواب الجنه اجمع العلماء والفقهاء على ان من اكبر ابواب السعاده ان يمكنك الله من رد جميل احد الابوين في حياته وان تجعل حياتك حذاء في قدمه وان تفديه بنفسك ومالك ووقتك من احق الناس بحسن صحبتي؟ قال امك، ولذلك اللي عنده ام ولا يصحبها صحبت الشقاء ما صحبت السعاده لان الله امر العبد المؤمن ان يصحب امه وصحو واصطحابنا او صحبتنا للامهات وللاباء في اخر الحياه ضرب من الجهاد وشكر للرحمن ان اشكر لي ولوالديك الي المصير الوالد اوسط ابواب الجنه اذا مات امك ماتت امك او مات ابوك ما مات بدن ولا جسد انما باب الى الجنه كان مفتوحا فاغلق مع ان البر يكون بعد الموت كما انه قبلها. من السعاده ان تشكر لهما في الحياه ولذلك ممكن تترك صفقات تجاريه وتترك سفرات وتترك ابتعاث وتترك امور كثيره من الحياه وتترك بيت انت باني بيت من اجمل القصور لكن امك تريد هذا البيت فتمكث معها اذا مكثت معها فاعلم انك مكثت مع الجنه لان الحبيب قال الزم قدميها فثم الجنه. ولذلك ان كان على قيد الحياه تريد السعاده لن تسعد امي لو تقول لي يا سعد الله لا يوفقك نعوذ بالله ان تقولها لن يفتح لي باب الى السعاده ولو اخذت دكتوراه في السعاده لماذا لان دعاءها ورضاها من رضا الله وهل تريد عبدا من عباد الله مرهون رضاه في رضا الله غير الام والاب ولذلك اقول لمن ماتت امه او مات ابوه الموت لا يقطع البر بل هو البر الحقيقي الصادق بعد الموت ولذلك تلك النصائح بعضنا لا يعرف لا يعرف قبرها ولا يعرف قبره ولا يتذكرها الا في رمضان مره وفي عيد الاضحى مره وما بينهما قد نسي اذا نسيتها او نسيته فستنسى كما نسيت السعاده عودوا اليهن واخفض الجناح لهن ولذا قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لماذا يدعو قال لان مع خفضه لن يبلغ برهما السعاده اذن من وجود احد الوالدين على قيد الحياه اروي لكم مشهد هنا قصير وانتقل للسر الذي بعده رجل له ثلاثه ابناء الرابع اقلهم تعليما مرض واتى الى مستشفى من اكبر المستشفيات ولزم المستشفى شهرين وكان المرافق له اقلهم واصغرهم فقال لابنه يا بني اذهب انظر الى المدينه وانظر الى الابراج وروح للمطاعم وتسوق يا بني قال انا جنتي واسواقي ونعيمي هذه القدم فقبلها قال عندي من الابناء اخوانك ثلاثه احدهما يمكث قال لا اسمه ناصر هذه وقفت عليها وزرت هذا الكبير فلما أن رفض جلس إلى أن مكث في المرافقة شهرين فأقسم عليه يوماً أخرج واستبدل بمرافقة ناصر لسعود سعود هذا رجل ضابط ومبارك جاب معه أوراقه جعله يسلم ذاكر عنده دورة ووالده على السرير ويلتفت إليه بين الفينة والأخرى هذاك ناصر يقلب والده ويهمز قدميه ويهمز رأسه ويعمل مساجله ويرقعه بالفاتحة ويقبل يديه ويداعبه جنه هذا الناصر، اما مسعود فعلى كرسي المرافقه ويقرا المذكرات التي معه تبي شيء لا نم وهكذا. وفي النهايه في اخر الليل طبعا ناصر طلع مع الباب خرج فلما خرج مع الباب في اخر الزياره الليليه في اخر الليل تالم كبير السن فاراد ان ينقلب فنادى خطا ناصر ما قال سعود يا ناصر فإذا ناصر يفتح الباب قال لبيك جعلت في ذاك، ما رحت يا ناصر؟ قال جنتي هنا فلا تطردني نائم على عتبة الباب. بمثل هذه احبابي الاخلاق التي نجعل آباءنا يفرحون بوجودنا، بعض الامهات والاباء اذا جلسنا عندهم بالواتس الله يجزاه خير وبتويتر ها هذا ما ليس هذه جنته، جنته الذي يخاطبه، اما جنتي هي امي وقرة العين يوم ان اراها وليس للأبناء فضل أمك لها ذكريات عميقة في بطنك ليس في قلبك بطنك به حفرة غائرة الحبل السري اللي باقي أثره في بطنك يذكرك أن هذا الطريق كان يربطك بحلوة اللبن قرة العين ساقية المعالي فدماؤك في عروقك دماؤها فلا فضل لك ولا منه من السعادة أن تكون برا وأن تعرض نفسك لا أن يطلب منك، بعضهم تريدين شيء قبل البر هو دراسة أفكار الأبوين وتطبيقها قبل النطق بها، إذا نطقوا بها مالك منه غصب عني وعنك أن ننفذ أوامرهم. من أسرار السعداء السعداء أيضا القناعة برزق الله والقناعة عالم أحبابي عالم كبير وكل منا لربما البعض منا يدعيه أحبابي يوم أن كنا في رح أرحام أمهاتنا كتب أرزاقنا ما نفعله إلى أن نموت أسباب لا تدني شيئا بعيدا ولا تقصي شيئا قريبا اللي نفعل أسباب يجب أن نبذلها لكن والله خسرت في الصفقه لا خسرت لان الله كتب لك ان تخسر فلان ذيب ذكي ما شاء الله يسرق الكحل من العين كما يقولون يا اخي ذكاء تجاري عالي له عنده سبب معين الله بارك فيه لذلك لا تنظر اليه ولا الى كسبه وتقارنه بكسبك انت مع الايمان اغنى رجل في الكون دخلت السجن يوما ابشركم يعني داعيه لست مسجونا، دخلت السجن لألقي كلمة فكان احدهم يقول يا شيخ انا اريد الموت، اريد الانتحار، عندي سبع بنيات وعلي دين ألف اريد الموت، قلت لا يا اخي لا تموت، كم دينك؟ قال ألف قلت طيب في مليون قال شكرا يا شيخ، قلت لكن البخيل ما يخدم يعطيك مليون على ايش؟ قال عيوني يا شيخ، قلت احسنت اريد عينيك ابغى العيون القرنيه الاولى والثانيه والكليه اليمنى ونصف الكبد قال تريد أن تبيعني قطعة غيار يا شيخ أنت؟ طيب أنت بتنتحر الانتحار بينهي الحياة كلها على الأقل نلحق على على شيء معين وتبقى حي يا أخي يا أخي تبقى بالعصا وتتنفس الحمد لله قال عيني بالدنيا كلها قلت طيب أنت تو بتنتحر الله يجزاك خير وكان ناوي تنهي على المشروع كامل الحياة هذا كلها طيب تبيعني إسلامك بمليون دولار مو ريال قال إسلامي أموت ولا أكفر بالله أنت غني بدينك وعافيتك، أين شكر الله على مخزن النعم عندك؟ نحن نحتاج أن نقتنع بأن عندنا أشياء كثيرة ليست عند الذين أردنا أن نحسدهم أو الذين تغيرت قلوبنا نحوهم، عندنا خير، حرك لسانك بالحمد، قل الحمد لله، الحمد لله، هذه تجارة مع الله، في غيرك ما استطاع أن يحمد الله، أنت غني، أنت غني، إذا القناعة ولذلك قال الحبيب طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، القناعة كنز اذا حافظينها حتى في ثالث ابتدائي اذكر في موضوع الانشاء، القناعة كنز لا يفنى لكن نرددها وهي كنز من اعظم الكنوز، من السعداء هو الذين همه فيما يملك، هذا لي ليس لي دخل فيما ليس لي، انا اتمتع بما تحت يدي الى ان يرزقني الله الغائب. ولا يحرمني انتظار الغائب التلذذ بالموجود بين يدي. الرساله او السر الذي وهو من اخطر الاسرار من اسرار السعداء ان قلوبهم انظف واطهر من ثيابهم. مما يدمر السعاده في الحياه ان يجو ان يوجد مساجين في قلبي او مستاجرين في راسي. كيف اسجن الناس في قلبي؟ اي انسان من ثلاثه ايام لا تسلم عليه بسبب بغضاء انت سجنته في صدرك، واذا كان بغضه جعلك تفكر فيه انت اجرته راسك، تبغون ترتاحون؟ طلعوا المساجين والمستاجرين، تعيش سعيدا لان السجن هذا وهو القفص وهو قفص صدري، بعضنا يوجد عنده اتدرون احبابي في واحد بس لا تخبرونه يوجد في دبي واحد الى الان ما رفع الله له اي يوم من صيام رمضان كله. بل في واحد يمكن معنا رمضان الماضي ستة وثلاثين والله ما رفع إلى الله إلى الآن أتدرون من هذا؟ هو كل إنسان دخل موسم الجنة رمضان ولا زال في قلبه أضغان وأحقاد وغل على مسلم سبب الغل هذا أنه ما سلم عليه فمن عقوباته الشرعية السماء تغلق الملك يقول جل وعلا انظروا هذين حتى يصطلحا الله في القران ما لعن السارق والسارق مجرم لكن لعن قاطع الرحم ان من السعاده ان نرد على المسيئين لنا باحسان ليس خوفا منهم انما لرضا الله لان الله باختصار جعل من عفا لاجله الحق عليه وحده والله يا احبابي ان هناك من سيدخل الجنه بلا حساب الله يجعلنا واياكم ممن يدخلها بلا حساب ولا سابق عذاب والله ليس بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته ولا بصلاته ولا بصدقته انما يقول الله فلان عفا لاجلي خذوا عبدي الى الجنه نحن اولى بذلك منه وفي الحديث يوم القيامه الحديث حسن قال اذا جمع الله الاولين والاخرين نادى مناد فليقم من له حق على الله فلا يقوم من إلا العافين عن الناس. تبغى يصير لك حق على الله؟ يقول واحد يا شيخ الدنيا هذه يا أخي هذا يعني قلق وهذا دائما يظلمني يشتمني يغتابني ينم أي تدرون أحبابي شكر خاص لكل الذين يحاولون تكدير عيشنا. شكر لهم خاص وقبلة على رؤوسهم، واحد بيقول قبلة إن شاء الله قنبلة مش قبلة يا شيخ. يكدرون عيشنا و... أتدري لماذا أخي لان اللي يكدر عيشك يخرج اخلاقك اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم منك ثم اذا كدر عيشك ولد تكدير العيش عبادات عظيمه كظم الغيظ الصفح عن الناس العفو عنهم اسالكم بالله لو كنا في الدنيا ما احد يخدع على الثاني ممكن يخرج كظم الغيظ الحلم العفو الصفح لا والله ما يخرج ولذلك احبابي اللي معنا يكدرون عيشنا هؤلاء يقدمون لنا معروفا ولذلك قال الحبيب من كظم غيظا اسمع الحديث من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه ليس جبان هو قوي يستطيع ان يرد عليه وان ياخذ الصاع صاعين وان وان لكن تركها لله من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامه يخيره من الحور العين ما شاء جائزة عالية ويوم القيامة تمنى إذا وقفنا ذاك الموقف يا ليت أهل دبي كلهم ظلموني وأهل الرياض شتموني وأهل مدري إيش ليه لأنك ترى ماذا ترى أن حقك ليس عليهم حقك على الله والله هو العفو وهو الغفور ثم حتى أختم هذا السر يا من في قلبك غل أو سجين أو مرض اعلم أنك لن تسعد والله لو نقول الواحد خذ هذا الكيس خمسين كيلو ضعه على رأسك واصعد البناية هذه وانزل واصعد وانزل والله إن عذاب ليس بعده عذاب شايل مع خمسين كيلو طيب انت شايل بشر في جيب في هل يرتاح اللي يصعد بك بهذه الكيلوات طيب أحد أسباب أنك غير سعيد وغير منشرح الصدر وغير مطمئن سببها الأثقال والأغلال التي في القلب ولذا قرار نتخذه في رمضان وهو وابيك يا اخي الحبيب واختي الفاضله ضعوا هذا المثال في حياتنا، كل واحد منا ظلم تكلم فيه شتم ما يوجد احد منا الا ولا سلم احد منا من الخلق، طيب سؤال اعظم مصيبه في الحياه مصيبتك التي عندك الان مع رحمك هذا او مصيبتك في قذف ام المؤمنين عائشه؟ اي المصيبتين عندك اعظم؟ لو قلت مصيبتي أعظم من قذف المؤمنين عائشة راح الإيمان الله يجزاك خير ما بقى إيمان فداها أعراضنا ودماؤنا ونحورنا الصديقة الطاهرة طيب الله جل الله أمر بالعفو عن قاذفها يلا وقال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فجعل مغفرته سبحانه بوابتها ان نغفر نحن كان الله يقول احبابي لو ان انا ما جبت ملك الموت من الرياض لكن اقول مثال لو ان ملك الموت وقف هنا وقال انت يا فلان تدخل الجنه وبلا حساب بشرط ان تذهب لفلان اللي شتمك قذفك ظلمك اخذ مالك وتقبل راسه هذا الليل هذه الليله ولا تعود للبيت الا وقد صفحت ولك الجنه يذهب ام لا يذهب انا ساقبل قدمه وليس راسه حتى يعفو الله اذا احبابي السعاده خروج هذه من القلب ومن الامراض التي تاسر الانسان في صدره وتحبسه مرض خطير جدا والله من دخل هذا المرض في قلبه لا يسعد الا وهو عدم الفرح بنعم الله على عباده السعداء من هم؟ خذ هذه القاعده في السعاده السعيد في الحياه هو الذي يرى نعم الله على عباده كانما تجمل بها هو السيارة اللي عندك تراني انا فرحان بها اكثر منك، الثوب اللي عليك الجميل هذا والله انا سعيد برؤيته عليك، ان ترى نعم الله على عباده انها وهبت انت اياها والدليل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هذه سر عظيم ولذلك احبابي يقول العلماء ان من تعاريف الحسد هو مجرد عدم فرح العبد بنعمه الله على عبد، لي لو لم تتمنى زوالها بعض الناس يقول قهر والله مو كفو غبي لكن ما ادري سبحان الله الدنيا حظوظ ويضرب الطاوله زعلان يا اخي هذا عطاء الله هذا قضاء الله هذا رزق الله هذا موهبه الله فلماذا تعترض بين الوهاب وهو الملك الرب ورب رب العالمين تعترض بينه وبين عباده فاذا لم تصل الى درجه الفرح برؤيه نعم الله على غيرك انها كانها عليك لن تصل الى السعاده انا وقتي اظن انتهى يبقى اخر سر من اسرار السعاده وهي كثيره حقيقه لكني اخذت قفزت بعضها منها ايها الاحباب هندسه السعاده ما هي هندسه ادخال الفرحه الى قلوب متضجره يعني مو بقلبك انت هي هندسه من ادق ادق من النانو هندسه دقيقه جدا وهو ان تحاول ان تسعد غيرك أن تنقل الفرحة والسعادة إلى قلب ما كان يظن أنه سيفرح يوما يوم أن تمسح العناء عن تلك الوجوه وتلك الدمعات أذكر أنه في رمضان من سنوات أتى أحد التجار في ليلة سبعة قال يا شيخ أنا لدي مال أريد أن أخرجه تدلني على جمعية قلت أنا أدلك على السجن اذهب للسجن واصحاب الحقوق الخاصة حاول مع ضباط السجن أن تطلب الملفات وتسدد عن مجموعة هم يأسوا أن يعيدوا مع أبنائهم وذهب هناك وكان مخرج مبلغ فلما رأى الأطفال يلتفون بأيديهم على الآباء والبنيات نزلت بعضهن تمسك رجل الأب وتبكي وبعض الآباء نازل معها الشنطة وعند بوابة السجن يقبلونهم وما كانوا يظنون أنهم سيعي سيعيشون العيد معهم بكى ثم ضاعف المبلغ ثلاث مرات، قال طلعوا كل واحد مبلغ وضع سقف مبلغ، كل واحد عليه هذا المبلغ يخرج، فأخرجوا بشرا وكان جالس على اليمين وقد تلثم حتى لا يراه احد، قال: والله ان اللذة في الانفاق ليس في الجمع، ووالله صدق، ان احبابي بعضنا يحتاج الى تفريج كربه، وبعض الناس يحتاج الى تنفيس كربه والتفريج ازاله الكربه كامله ان استطعت فحسن ان لم تستطع تفريجها فنفس نفس بعض الناس يحتاج الى فضفضه ان تألمي لألم غيري يسعدني مع ان الحديث كان عن الالم اخر سر من اسرار السعاده زوجتك وابنائك وهذا كانت محاضره الامس لكني سأختصره في دقيقتين كيف يكون لن يسعد انسان حتى تكون الزوجه والابناء قره عينه وقلت الواحد قلت هم قره عينك قال لا والله يقورون عيني لن يسعد والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما احبابي مشروع الزواج مشروع العمر مشروع سعاده ولذلك بعضهم وقلتها بالأمس يسأل بعض المتزوجين أبنائنا الآن يتزوجون الأيام هذه أول شهر بعضهم كان أول شهر الحين صار أسبوع عسل أسبوع وبعدها ها الزواج جنة بعد سنة الزواج شر لا بد منه لماذا تتغير هذه النظرة؟ لماذا ينقص معين الفرحة؟ لأننا ندخل الزواج لا على أنه إكمال ديننا لا على أن زوجاتنا هذه نريد أن نصل بهن إلى الجنة لا على أن ذرياتنا نريدهم أن يسلكوا الصراط فنجتمع بهم في جنات ونهر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يعني الأب لو يكون في الدرجة المئة في الجنة وأبناء تحت في الجنة الله من كرم هذا المؤمن يرفع أبناءه له في جنات النعيم حتى ولو لم يكونوا يستحقون ذلك انظروا إلى كرم الله قرة العين لا أن أجتمع مع أبنائي في بيت في دبي أو فيلا في دبي ولا أجتمع معهم في جنات النعيم أي أسرة لا تترافق للوصول إلى جنات النعيم في الدنيا سيكون عيشها مكدرا ثم أحبابي طبعا الأسرة مشروع علاج الأسرة للسعادة لعل هذه مشاريع الوزارة القادمة لكني أقول يا أخي من لم يطع الله لن يطوع الله له ومن أطاع الله طوع الله له أعرف رجل ابنه سجن في, في قضايا فكان يدعو له يقول يا, يا شيخ طلع ابني بعد سبع سنوات أتدري أين ابني؟ ابني هو قرة عيني هو كما قال قوّر عيني سبع سنين لكن الآن قرة عين أكثر من عشرين سنة دعوت الله وفهمت الحياة وعدلت علاقتي مع الزوجة لأن السعادة الأم والاب مصنع السعاده في البيت بشرط ان يتبادل المحبه والموده والرحمه ولو لم يكن هناك محبه يا اخي خل الرحمه موجوده قد ينقص معين المحبه احيانا ولكن الرحمه عند العظماء وعند الشرفاء لا ينقص اسرار السعاده باتت على الحقيقه ليست سر هي موجوده ومكشوفه وبين اعيننا وتحت ايدينا فقط نحتاج ان نمد اليد وان نسال الله ان يسهل لنا هذا الطريق فنعيش فوق الارض في جنه، حبيبنا عليه الصلاه والسلام كان سعيد مع ان ثلاثه اشهر لا يوقد في بيته نارا عليه الصلاه والسلام، اسال الله ان يجعل عيشكم سعاده وان يجعلنا واياكم من السعداء فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض